السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأوفياء مشاهدين مغارب نيوز أينما كنتم أهلا وسهلا ومرحبا بكم. بلا شك جميع المغاربة مشاهدين بالخصوص اللي تبعوا قصة للأخت الزهرة اللي كانت كتبيت في العراق هي والأبناء ديالها اللي تبعتوا معنا القصة ديالها اللي كانت كتلبس حتى الكاميرات. مغارب نيوز اليوم جات باش تشوف من بعد التفاعل ديال المغاربة فين وصلت القضية ديال الأخت الزهرة. فالأخت الزهرة الحمد لله من بعد التفاعل ديال المغاربة كراو ليها المحسنين اللي كنشكرهم على المغرب وتبعوا معنا القصة ديال الزهرة هي والوليدات ديالها فين تحولات. بقاو معنا تفضلوا معنا. هذا هو الفيديو كراو المغاربة ديال الزهرة هنا او كيف ما كتشوفوا معنا هذه كوزينه كيف ما كتشوفوا معنا باقي خاصها الضوء او هذه كوزينه خاصها الضوء وغادي تجيو معنا باش تشوفوا كذلك. هاي هنا هاد البيت هذا ها هي حنا دابا غادي ندخلو عند اختنا الزهرة باش تحاول انها تعطينا صوره على كيف كانت هذه يومين ولا ثلاث ايام والفرق الاحساس ديالها اليوم اللي كاينه هي والوليدات ديالها تحت سقف يعني بعد ما كانوا كيفتاشوا الارض وكيتغطاو بالسماء ولله الحمد بعد الله سبحانه وتعالى وبفضل التضامن ديال المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن غتعطينا الصوره اللي عليها هي الان داخل واحد البيت واحد الجدران اللي كيحميها من قساوه البرد ومن يعني لا من كريساج ولا من اي حاجه. فتفضلوا معنا بقاو معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. مرحبا اختي الزهرة اهلا. مرحبا بك. واش مرحبا بنا عندك؟ مرحبا بك. مرحبا بنا عندك اختي الزهرة. قبل عليا مرحبا بك. مرحبا بنا عندك اختي الزهرة. اختي الزهرة. نعم. الحمد لله يعني المغاربة كلهم تعاطفوا مع القصة ديالك. كلهم عاشوا معاك هذيك اللحظات خصوصا مع دوك الوليدات بني على 3 سنين وليد باقي في عمر الزهور باقي في سن تمدروس باقي صغيور عاشوا معاك هذيك اللحظه وداك الواقع المؤلم اللي كنت عايشه. الان الحمد لله من بعد الله سبحانه وتعالى بفضل تدخل ديال المغاربه خارج ارض الوطن داخل ارض الوطن تواصلتي معنا بغيتي توجهي رساله وكذلك نعرفوا الجديد ديالك فين وصلتي اختي الزهرة. نعم بعدا مرحبا بك. بارك الله فيك. وعاودي لينا يعني اشنو اللي تبدل اشنو اللي تبدل عند اختي الزهرة؟ تبدلوا الشلاح وعشت تبدلات حياتي بحال تبدلات حياتي ملي لقيت فين نستقر انا وليداتي وحيدت من الشارع ومن التشرد وحيدت ولادي هما الاولين من التشرد باش ما يضيعوش ليا اكثر واكثر شنو نقول لك واحد الشعور ما كاينش واحد الشعور ما غنوصفوش ما نعرفش كيفاش نوصفو وتنقول للناس الله يرحم ليهم الوالدين اللي عاونني ولا اللي غير عيط ليا وقال لي كلمه زوينه الله يرحم ليهم الوالدين الله يتبت ليهم الاجر وهاد العواش الله يستر عليهم الله يرحم ليهم الوالدين. حسيتي بان باقي الخير الحمد لله؟ الحمد لله باقي الخير الحمد لله باقي الخير وباقي الناس الله يرحم ليهم الوالدين باقي الخير. كيفاش دابا بغيناك تحاول انك تنقلي داك الاحساس ديالك حيت كنعاود نقول لك بان المغاربه عاشوا فيلم ديال الرعب لما خصوصا ديك الليله وكانت صبات واحد الشتا ياك والحمد لله في هذيك الليله بعدا عاودي لهم داك التدخل ديال ديك السيده اللي جداتك ياك جداتني السيده الله يرحم ليها الوالدين يلاه نيت قطعت معايا وسلمت عليا مباشره من ورا الفيديو جات عندك السيده عاود جات عندي عاوتاني جات لي الماكله وسالينا الفيديو عاود جات عندي داتني نهار الجمعه بالليل بت عندها حتى الصباح فطرتني الله يرحم ليها الوالدين غداتني مع الشا قلت لها راه غنخرج الله يرحم الوالدين قالت لي لا ما تخرجيش خليها تحيد حتى هي مجوجه وداك الشيء ما بغاش نتقل صافي بقيت حتى شي جوج وخرج. وانت كانت مغربيه اصيله؟ مغربيه اصيله الله يرحم ليها الوالدين الله يستر المغاربه كاملين لا اللي في ارض الوطن ولا خارج الوطن الله يرحم ليهم الوالدين كاملين واحد الشعور خلاوني فرحت الله يفرحهم فرحت ملي دخلت وليداتي على الشا فرحت ملي لقيت فين غنوكلهم ونشربهم ياكلوا ويشربوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله اختي شوفي
شوفي الرسول عليه الصلاه والسلام كيقول الخير فيا وفي امتي الى يوم القيامه. الخير كاين في امه محمد حتى نهار تقوم الساعه. الحمد لله. هو ما غاديش ننكر بان كاين بعض الحالات اللي كتبغي تستغل المنابر الاعلاميه وكتبغي تستغل الناس. حنا كنعرفوا هذه المسائل هذه وحنا الحمد لله كنمشيو مع الحالات اللي كتستحق وكتستاهل باش ما نغشوش حتى خوتنا المغاربه. حيت هذه رساله وامانه عندنا. اذا هادشي علاش تفاعلنا مع الحاله ديالك بطبيعه الحال وجينا باش نواكبوا. وحتى المغاربه حيت اللي كيسولوا على الجديد ديال الزهره الوليدات ديالها جينا باش نعطيهم الجديد ديال الزهره. دابا بغينا تعرف شحال كليتي هنا كيفاش؟ جابني واحد السمسار مع قول شي 12 ديال الليل. جابوني الناس عنده دقيت عليه حتى الله يرحمني الوالدي الله يثبت اجره خرج في هذاك الليل وجا معايا قلب معايا جابني عند هاد السيده حيت اصلا كانت كاريه هنا الدار كامله وما بقاتش قادت دير سميتو وجابني عندها ودارني ساكن حدايا تنخلص انا 13 فريل وهي 13 فريل. دابا يعني دابا بحال دابا انت هنا هاد الكوزينه اللي كاينه هنا دابا انت والسيده. انا وياها. انت والسيده. وهاد البيت اللي كاين هنا دابا ديال السيده. ديال السيده. يعني دابا انت خديتي هاد البيت هنا انت ووليداتك وهي عندها البيت ديالها والكوزينه مشروقه. الكوزينه مشروقه. ياك هادشي باش يفهموا المغاربه. اذا دابا الكرا عندك دابا 13 فريل في الشهر. 13 فريل في الشهر. يعني مهم يعني شويه بعدا كما قلتي الانسان الحمد لله. الحمد لله بجهد الله وبجهد المغاربه الله يرحمنيهم الوالدين والله يخلف عليهم. انا كريت واستقريت وولدي غيبقى يمشي للمدرسه حيت واخا كان تيمشي للمدرسه ما كانش عقل ما كاينش ما كانش كاينش عقل كما قلتي. دابا غيركز الحمد لله. الحمد لله. وحاجه اخرى قلتي لي بانك شريتي واحد العربه باش تعاوني راسك. ياك صيفط لي واحد السيد واحد البركه وخديتها اليوم في الصباح. يعني واحد الكروسه. كروسه ياك قلتي لي غادي فيها شي حاجه بالجاج ديالها. ياك شحال خديتها انت هي؟ 22000 ريال. 22000 ريال يعني دابا حنا خوتنا المغاربه كنعطيكم الجديد ديال الزهره اللي كتكلم بقلب مفتوح. دابا اللي كيعجبنا حنا في الحالات الحمد لله هو باش من كنعاود نقولها باش تبقى المصداقيه ديالنا مع المشاهد الكريم كنحاولوا نوصلوا لكم الصوره كما هي. باش علاش؟ حيت هذه مسؤوليه من ملقاه على العاتق ديالنا حنا كقناه وكمراسلين صحفيين. فما يمكنش لينا نضربوا المصداقيه ديالنا مع البيبليك ديالنا مع المشاهدين ديالنا نضربوها في زيرو كما كنقول. لهذا كنحاول نقول لكم تفاصيل ديال كل كبيره وكل صغيره. اذا اختي صوره خديتي الكروسه. خديت الكروسه. ياك الحمد لله قلتي لي باغي ديري فيها شي حاجه ان شاء الله في رمضان. ان شاء الله ان شاء الله. ياك باغي ديري فيها شي حاجه باش تعاوني راسك مثلا. ان شاء الله باش نخدم على وليداتي. غدا الصباح ان شاء الله واحد السيد تواصل فيه واحد البركه غدا الصباح ندخل بنتي الصغيره للمدرسه. الحمد لله الحمد لله. الله يرحمهم الوالدين. الحمد لله. الله يسترهم كما ستروني ستروا لي وليداتي الله يسترهم. الله يخلي لهم صحتهم. الحمد لله. الله يرحم لهم الوالدين اللي خارج واللي داخل المغرب الله يستر عليكم الله يرحم لكم الوالدين. كما اعتقتوا هذوك الوليدات الله يرحم لكم الوالدين ماما بقيت عارفه من الحمد لله. لا بالعكس غير كاين واحد المساله اخرى انه بعض الناس قلتي لي انهم سولوك واقيلا على الوثائق واقيلا ديال سولوني على الوثائق ديال اولادي الحاله المدنيه. شنو وقع بغيناك شنو ما مع التروان وداك الشيء ما عقلتش فين درت الوراق واش طيحتهم ولا ما يعني مع دابا فاش خرجتي مزروبه خرجتي مدعوقه ما بقيتش تحط حوايجك ما عرفتش فين نحط. حيت انا شفت واحد الوريقات دابا دوك اللي فيهم شفت واحد الوريقات فيهم اسماء ديال الوليدات. ياك ديال واقيلا وهيب فاطمه. ياك وهيب فاطمه وهيب يونس. ياك ويسرى. اي انا شفت هاد الوراق انا شفتهم غير باش نحطوا المشاهدين الكرام في الصوره. كيف ما قلنا وبغاو ورق الشهاده ديال الوفاه ديال راجلي. حتى هي تهضرت لي معاك. اذا مشات مع الوراق. مشات مع الوراق. مع الوراق. غير باش تحطوا المشاهدين الكرام. اذا المشاهدين ديالنا اوفياء بغينا نحطوكم بطبيعه الحال كيف ما كتعرفوا انا مغارب نيوز كتبغي دائما تواكب الحالات من الاول حتى الاخر. كتبغي تواكب الحالات تمشي معها كما كنقولوا بالتفاصيل ديالها ولو انها تكون تفاصيل ممله ولكن بالنسبه للمشاهد ماشي ممله. علاش؟ حيت كيبغي يعرف كل واحد مثلا كيدير واحد الحسنه او كيدير واحد الخير كيبغي يعرف هذاك الخير واش مشى في المحل ديالو
ولا ما مشاش. هذا الشيء علاش جينا رجعنا وتواصلت معنا الاخت الزهراء مشكوره من هذا المنبر هذا. علاش؟ الله يرحمك الوالدين، انت اللي عتقتيني. مرحبا. طرق الله وطرقك انت يا عتقوك المغاربه خوتك. الناس المغاربه الله يرحم ليهم الوالدين. المغاربه خوتك. الله يستر عليهم ويستروني. يستروني. حنا فقط كنبقاو واحد الوسيط، كنبقاو حنا وسيط. بارك الله فيك اسيدي. الله يرحم ليك. اللي غتشكري من بعد الله هما خوتك المغاربه راه هما. المغاربه الله يرحم ليكم الوالدين، الله يستر عليكم كما سترتوني. الله يثبت اجركم وهاد العواشه، الله يخلي لكم صحيحتكم. غير واحد المساله اللي بغيت نشير ليها هو باش نقول للمشاهدين ديال الاوفياء، الحمد لله دابا الزهراء هي الحمد لله استقرت في هذا المحل هذا، هاد المطبخ اللي شفتو معنا، فانا يلا سمعت هاد المعلومه عندها، كنت كنظن انا بهذا البيت تا هو ديالها. المهم مزيان الحمد لله، المهم هنا احسن من بزاف، احسن من الموضع اللي كانت فيه. كاين الكوزينه مشروكه، كاين هذا البيت ديال شي سيده واقيله كاريه معاها هنايا، هي كاريه 13 ريال باش تقدر عليها مسكينه. المسائل اللي باقا خاصه هو كما كتلاحظوا معنا، هذه هي المنطقه اللي كانت عندها. انا دابا جيت على غفله، اذا كان ممكن من التقني انه غير يعطينا واحد الصوره تما. هذا عطاوني الله. غير يشوفوا الناس مثلا بانه عاود شوف شد لي تما ما بالك. كيما شفتوا بلاصه التلفازه الفوق، كيما شفتوا راه المكان ديال جهاز التلفاز غير باش هاد الوليدات مساكني تما يعيشوا واحد شويه الحياه ويتفرجوا. عاود عطيني الصوره هنا. اذا كيما شاهدتوا معنا المشاهدين الاوفياء، هذه هي الحمد لله، الحمد لله على كل حال. غير بالنسبه لها فين استقروا الحمد لله. الحمد لله. غير بالنسبه لهاد الوليدات اللي كينقصهم دابا، وكما بنا واحد الفراش، هو كما كنشوفوا المساحه ماشي كبيره. الا درنا مقارنه، لا مجال مقارنه مع الشارع كما قلنا، وكتفترش الارض كتخطب السماء، مجرد برد فيها، الشتا فيها، طوبات اعزكم الله فيها، كلاب حاشاكم فيها، عايشه واحد الرعب. كتقول دابا دابا شويه يدوز واحد الكريسيني، دابا يدوز واحد شويه يتكرص علينا وبنتي وولدي، يعني مراه ما عندهاش حتى شي، مثلا ماشي دري باقي صغير في عمره مثلا واحد 10 سنين ولا شحال عندك؟ 14 عام، ولكن كيما باقي صغير. يعني الدري عنده 14 سنه وانا شفتو مسكين، ماشي ذاك النوع اللي ذوك الوليدات اللي كنقولوا قافزين وشو، لا مربي واحد التربيه فيه خجل. دري ماشي كنزكيه، لا انا كنوصل الصوره امام الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. والبنيه باقا يلاه عندها 3 سنين، يعني مثلا مراه شنو غدير مع واحده وبفعلها مثلا غير بسلاح ابيض؟ هذا ما دير، تقدر بزاف الامور توقع. اذا كيف ما قلنا فالحمد لله على كل حال. غير كيف ما قلنا احنا بغينا نطمئنوا اكثر على اختنا الزهراء وعلى الوليدات ديالها بطبيعه الحال. كنعاود نقولها، هاد البيت يعني صغير ماشي شي مساحه كبيره، يمكن انه مثلا يتفرش واحد جهاز التلفاز ياك، باش نعاودو ان شاء الله. حنا هذا هو الدور ديالنا، راه حنا كنتناولوا هاد القصص، كنتناولوا هاد القصص وكنعرضوها للمجتمع المغربي، كنعرضوها للمغاربه اللي داخل ارض الوطن واللي خارج الوطن. وطبيعه الحال حنا مجرد وسيط ديال الخير، لا اقل ولا اكثر. ما كندخلو حتى شي حاجه، ما كنشدو فلوس نعطوها للناس، ما كنشدو مع الناس نعطوهم، لا حنا كنوصلو الصوره صوت وصوره، وكيبقى من بعد الله الحكم المواطن المغربي اللي عنده من الذكاء ما يكفي انه يميز ما بين الحقيقه وما بين التمثيل. يعني له من الكفاءه ومن الدرايه ما يخول له ان يميز بين ما هو واقع ما بينه هو تمثيل. كما قلنا دابا الاخت الزهراء الحمد لله هي مستقره، اللي بقى ان شاء الله هو يتفرج لها هذا البيت هذا ان شاء الله، واحد جهاز التلفاز تما ان شاء الله للوليدات باش نجيو نطمئنوا عليهم مره اخرى. هي راه مسكينه غتخرج هي كما قالت لك، قالت لك انا ما غاديش نبقى مادة يدي للناس، راه غادي يتعاون مع خوتها المغاربه، غدير واحد البيعه وشريه، وغتولي مسكينه مضاربه مع الزبال، وكتجي واحد طريقه خبز لوليداتها ومضاربه مع الكرا. ياك اختي انا هضرت اكثر منك، خاصك انت اللي تقولي هذا الشيء هذا لخوتك المغاربه. هذا الشيء اللي بغات الله يرحم لك الوالدين.
قلت لي عاوني، قلت لي عاوني باش ندير شي بيعه وشريه في هذيك الكروسه. وراه انت تشوف في البيت كيداير، يعني نبغاو الناس الله يرحم ليهم الوالدين. انا ما غنكلفش على الناس حيت كاين اللي يقد وكاين اللي ما غيقدش، وانا كي غنتمنى الله يرحم الوالدين اي واحد لا اللي عطاني واخا غير كما قلتي بالدعاء. كلمه طيبه صدقاتي، بارك الله فيهم، الله يرحم ليهم الوالدين والله يخلف عليهم، الله يخلف عليهم ويثبت لهم اجرهم. رسالتك للمغاربه اللي كيتفرجوا فينا دابا، تنقول الله يرحم لكم الوالدين كما سترتوني سترت وليداتي، والله يستر عليكم، الله يخلي لكم صحيحتكم، الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين. إذا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، من نفس على مسلمين كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة. وأكيد أكيد ولو تكون مثقال حبة من خردل كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن أتينا بها وكفى بنا حاسبين، صدق الله العظيم. وقدك فهمتيني، مثقال ذرة خيرا يراه، مثقال ذرة شرا يراه. أكيد كل من هو واحد غير قال كلمة طيبة وهز هاتف وتواصل مع الزهرة ومع وليداته وطمأن عليهم وشاف الأحوال ديالهم غير مجرد اطمئنان، فأكيد كتحسب في الميزان عند الله سبحانه وتعالى. تنفرح الحمد لله، تنفرح ملي تيهز شي واحد التليفون وخا تيقول لي كيدير لاباس عليك كيدير وليداتك وسكنتي ويقطع، تنفرح تنفرح بزاف الحمد لله. تنقول راه خوتي اللي خلاوني، راه كاينين خوتي المغاربه الله يرحم لهم الوالدين من بعد الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، الله يرحم لهم الوالدين. الحمد لله الحمد لله. اذا كيف ما قلنا فالحمد لله مجهود الحمد لله ما مشاش هباء منثورا، ففضل الله ثم بالمساعده ديالكم، المساعده ديالكم استطاعت الزهره انها تنقذ هذوك الوليدات اللي كانوا كيعيشوا في العراء. الان الحمد لله حنا جينا طمأنين عليهم، كاين واحد السقف، كاين جدران الحمد لله، كاين واحد الاستقرار، نوع من الاستقرار. فكنتمناو كنتمناو صادقين ان شاء الله انا نجيو هذه المره ونوقفوا على الزهره. فين نوقفوا عليها؟ نوقفوا عليها في بلاصه البيع والشراء ديالها. غادي نجيو عندها في بلاصه الكروسه كتبيع وتشري ان شاء الله، وسيدنا رمضان جاي وغادي نفرحوا معها وغادي نقلوا الصوره ديالها كذلك لخوتها المغاربه باش يعرفوا بان الحمد لله راه باقي الخير في امه محمد ان شاء الله. اذا باش ما نطولوش عليكم، كلمه الاخرى ديالك اختي قبل ما نختم اختي الزهره. الله يرحم لك الوالدين، ومن بعد الله تنطلب من الناس الله يرحم لهم الوالدين، الله يخلف عليهم ويكثر خيرهم. عواشر مبارك سعيد، رمضان مبارك سعيد، دخل عليكم بالصحه والعافيه، الله يستر عليكم كما سترتوني، الله يرحم لكم الوالدين. ونحن بدورنا يعني كمراسلين صحفيين كقناه مغارب نيوز كنشكروا المغاربه بزاف 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 داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، وكنتمناو هذا العمل هذا يكون في ميزان الحسنات ديالهم. يعني ملي نقدوا هذه السيده هذه حنا كنا مجرد وسيط للخير، ولكن الحمد لله الدال على الخير كفاعله، حنا دلينا على الخير، كنتمناو ان الله يتقبل منا هذه الحسنه هذه. وكنشكروا المغاربه بزاف 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 على التفاعل ديالهم صراحه. الهاتف ديال الاخت ديالنا الزهره ما سكتش ولو بكلمه طيبه كيف ما قالت. انا غير مجرد فاش دخلت ربما واحد خمسه او سته ديال المرات اللي وصلنا الهاتف، كاين اللي مسكين كيقول لها كيدير مع الوداد في المهضره فين وصلتي المهضره هذه، كاين اللي مسكين قال لها انت غدا غادي نسافر لك شي بركه ياك اختي الزهره. يعني باش نقول لكم الصوره اولا باول، الان اللي كنتمناو ان شاء الله كنتمناو اننا نجيو هذه المره بمشيئه الله ونوقفوا مع الزهره وناكلوا معها شي كاس كروت في الكروسه الا بغات تقبل علينا. مرحبا، لا قبلتوا عليا انتوما، مرحبا. غير شويه ديال البسط نجيو عندها ان شاء الله الكروسه ونشوفوا الحمد لله بانها كتبيع وتشري، نطمئنوا على الوليدات الحمد لله. وهذا كنعاود نقولها من بعد الله راه بفضلكم انتوما خوتي المغاربه، راه شتي هذا الاستقرار اللي فيه الزهره وليداتها وهذه الفرحه اللي داخل القلب ديالها والقلب ديال وليداتها اللي شناهم ساكن فرحانين. انا انا ما قدرتش بطبيعه الحال، القانون ما كيخوش لنا اننا نصور وليدات الزوارين، اما انا فاش دخلت بغيت نصور لكم غير ديك الفرحه اللي في العيون ديال ذوك الوليدات ديك البنيه اللي عندها 3 سنين وكيفاش كتعنق فيا وكانها كتعرفني. ملي دخلت اش قالت لي؟
بابا. سمعوا الكلمه اللي قالت ليها، قالت لي مسكينه بابا، يعني ما تبكيش ما تبكيش اختي ما تبكيش، حول ولا قوه الا بالله. اختي الزهرة تبكينا معاك، اختي الزهرة الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يعني صراحة ما يعني الكلمة اللي قالت لي هذيك البنية مسكينة صغيرة، أنا كما عودت لكم ما بغيتش نشد عليها، راه هي اللي كتبكي الآن. المهم باش نختمو، كنتمنى صدق بكل قلبي أننا نجيو هذه المرة إن شاء الله، نعاودو نلقاو الحالة ديال الزهرة إن شاء الله، نلقاو البيت تفرج، ونلقاو إن شاء الله التلفازة حتى هي تما لهاد الوليدات، ونمشيو عندها الكروسة نلقاوها كتبيع وتشري باش نطمئنوا عليها. ونتسناو باننا نقدنا واحد الاسره، وتحنا نحسوا على ادينا واحد الرساله الحمد لله، وانتم تحسوا بانكم حطيتوا واحد الحسنه واحد الصدقه في المحل ديالها. حيت كما قال الله سبحانه وتعالى: انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، صدق الله العظيم الى اخر الايه. باش نختم يعني على امل ان شاء الله اللقاء بكم في بث مباشر اخر. كان معكم مراسل مغارب نيوز مصطفى القرناوي، يحييكم، دمتم في رعاية الله وحده، وإلى اللقاء.